هذه سائلة تقول: أجهضت مرة لأسباب صحية، وحكم علي الطبيب بعملية لمنع الخلفة، ما حكم الشرع فيها؟ نعم، أجهضت مرة لأسباب صحية، وحكم علي الطبيب بعملية لمنع الخلفة، منع الولادة. منع الولادة. أي، ما حكم الشرع فيها؟ إذا كانت الولادة فيها خطر على المرأة وأجري لها عملية منع الحمل فلا بأس، درءا للخطر. أما إذا كان ما عليها خطر من الحمل لا يجوز منع الحمل. نعم.